استقبلوا معرض أهلا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر. الجمهور اعتبارا من صباح اليوم بعد افتتاحه رسميا، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية، اليوم هو اليوم الأول لمعرض أهلا مدارس، حدثينا عن ما سوف يقدمه المعرض للمواطنين من خدمات في مستهل العام الدراسي الجديد، وأيضا حدثيني عن مدى الإقبال الجماهيري على المعرض. نعم، بعد التحية نتابع معكم كما ذكرت من المقر الرئيسي لمعرض أهل المدارس والمقام بمدينة نصر، والذي انطلق اليوم رسميا بعد افتتاحه أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء، ينطلق تحت شعار افرح وفرح ولادك خلال الفترة من 15 حتى 29 من الشهر الجاري. المعرض هذا العام يقام بمشاركة أكثر من 170 عارضا إلى جانب كبار منتجي المستلزمات المدرسية. الكل يشارك هنا في هذا المعرض لعرض مختلف المستلزمات المدرسية. إذا تحدثنا عن المنتجات الموجودة فهي تتنوع بين أدوات دراسية ومواد غذائية وملابس وكل ما يحتاجه الطالب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد. كل هذه المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة وتخفيضات تصل أكثر من 30%. إذا تحدثنا أيضا فيما يخص يعني بشكل عام معرض أهلا مدارس، فهو لا ينطلق اليوم فقط في محافظة القاهرة، ولكن أيضا انطلق في عدد كبير من المحافظات قبل اليوم. نتحدث عن أكثر من 50 معرض على مستوى المحافظات المصرية، إلى جانب أيضا عدد من القوافل المتنقلة لتوفير كل المستلزمات الدراسية للمواطنين. أيضا تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعارض الخاصة بأهلا مدارس والتأكد من توافر كل المستلزمات المدرسية وعدم وجود نقص في أي من هذه المنتجات. المميز في المعرض هذا العام هو وجود المنتج المصري بشكل كبير، فبيسيطر على أكثر من 80% من المنتجات الموجودة. أيضا الأمر اللافت للنظر والمميز هذا العام في معرض أهلا مدارس هو إتاحة الفرصة للعارضين لعرض منتجاتهم بالمجان مقابل توفير أسعار مخفضة للمواطنين، فالعارض لا يتكفل أي تكلفة خاصة بعرض منتجاته هنا في معرض أهلا مدارس بمدينة نصر. هناك إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات يعني أهمية هذا المعرض وتوفيره وقت ومجهود كبير أمام الأهالي للتنقل من مكان لآخر. لا يستطيع أن يأتي هنا المعرض أهلا مدارس ويحصل على كل المنتجات الخاصة بالعام الدراسي الجديد من مكان محدد، فالهدف من هذا المنتج بطبيعة الحال هو تنفيذ توجيهات الرئاسية لتخفيف العبء على المواطنين وتقديم له كل التسهيلات في مختلف المواسم والمناسبات. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم، جزيل الشكر لك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.